الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير آيات سورة الإسراء لنتناول شيئاً من الخطاب الإلهي الذي وجه لأهل مكة في ذلك الزمان، حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. ما هو الخطاب الذي وجه إليهم؟ فلعلنا نستمع لبعض الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخاطب الله جل وعلا
أهل مكة ابتداء وبقية الخلق على جهة التبعية بتذكيرهم بقصة آدم عليه السلام مع إبليس حينما خلق الله جل وعلا آدم وأمر الملائكة أن تسجد له، وكان من الحاضرين مع الملائكة إبليس، فتوجه الأمر للحضور فلكنه لم يستجب لذلك الأمر ولم يمتثل له، فيذكر الله جل وعلا الخلق بذلك لثلاثة أمور: أولها التحذير من هذا العدو إبليس الذي لا زال من شأنه الاستمرار في إغواء بني آدم وإبعادهم عن الحق إلى الباطل وصرفهم عن التوحيد إلى الشرك وإبعادهم من الطاعة إلى المعاصي. وأما المعنى الثاني فهو تحذيرهم من التكبر، فإن الكبر هو الذي جعل إبليس يمتنع من السجود لآدم، فكان هذا من أسباب شقائه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. فهكذا المتكبر عن الاستماع للحق والاستجابة له ستكون له العاقبة السيئة. وأما المعنى وذلك أن أهل مكة تكبروا عن الاستجابة للحق، ومن ثم كان هذا من أسباب ضلالهم. وأما المعنى الثالث فهو ما يتعلق بالحسد، فإن الحسد من أكبر ما يصد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق، فإذا حسد الناس دعاة الحق تركوا ما معهم من الحق. وإبليس حسد آدم على تلك المكانة التي حظي بها حينما أمر الملائكة أن يسجدوا له فامتنع من السجود، فكانت له العاقبة السيئة. وهكذا من حسد دعاة الحق فترك الحق الذي جاءوا به حسد فإنه ستكون له العاقبة السيئة. فكان إيراد هذه القصة هنا لهذه المناسبات الثلاثة، وقصة آدم مع موسى وقصة آدم مع إبليس قد ذكرت في مواطن عديدة من كتاب الله، ولكن في كل موطن يكون لها مناسبات تتعلق بإيراد تلك القصة، ومن ثم يكون لها من السياقات ما يتناسب مع ذلك السبب الذي أوردت من أجله. فانظر مثلا في هذه الآية، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالسجود هنا ليس سجود عبادة وإنما هو سجود احترام وكرامة بأمر الله جل وعلا. وقال فسجدوا، أي أن الملائكة امتثلوا وسجدوا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم إلا إبليس، فإن إبليس امتنع، مرة قيل أبى، مرة قيل استكبر، ومرة قيل أبى واستكبر، ليتناسب كل لفظ مع السياق الذي أوردت القصة من أجله. وإبليس ليس من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم،
وقد قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن، كما في سورة الكهف. وقال إبليس على جهة الامتناع: أأسجد؟ فهذا الاستفهام للإنكار، كيف، معناه كيف أسجد لمن خلقت طينا، أي أنه خاطب الله جل وعلا بالامتناع بعلة يرى أنها صحيحة، وأن عقله هو الذي أصاب الحق في ذلك. فقال: أسجد لمن خلقت طين، يعني من الطين، ورأى أن نفسه التي خلقت من النار أكرم من ذلكم الطين. فهذا القياس الذي جعله يمتنع عن تحقيق أمر الله أرداه. وهكذا عندما يعتمد الإنسان على ما يظن أنه العقل ويستعمل ذلك في عصيان أمر الله، يكون هذا من أسباب خسارته من جهة، ومن أسباب عدم سيره على مقتضى العقل الصحيح. فإن العقل الصحيح يجعل صاحبه ينظر إلى عواقب الأمور، ويجعل صاحبه يمتثل أوامر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فلما كان منه ذلك لم يكن منه إلا الازدياد في الغواية، لم يكن من شأنه أن يعود فيسترحم رب العزة والجلال ويطلب منه أن يغفر له ما كان منه، وإنما طلب الزيادة في الغواية بأن يمكن من غواية بني آدم، فيكون هذا من أسباب سوء عاقبته، لأن من دل على شر وضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من استجاب له، فيزداد إثم إبليس وعقوبته بازدياد من يتبعه. ولذا قال هنا، قال: أرأيتك، أي أخبرني، أو هذا الشخص الذي كرمت علي، هذا الذي رفعت درجته وجعلت له من الإكرام ما ليس لي، فحينئذ حسده على هذا الإكرام مع وجود التكبر لديه، وبالتالي كان من شأنه أن يتعهد بإغواء بني آدم، فقال طالبا إبقاءه إلى قيام الساعة: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، طلب من الله أن يؤخر وأن يؤجل وأن يطال في عمره. لماذا؟ قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فلم يطلب هذه النعمة، وهي نعمة الحياة، لأمر يعود عليه بالنفع، وإنما طلبه لأمر يعود عليه بالضرر، مما يدل على أن الطريقة التي استعملها في ذلك ليست من العقل في شيء. ثم قال: لأحتنكن، وهذه تشمل معنيين: الأول أنه سيستأصلهم جميعا فيجعلهم يعذبون، والمعنى الثاني أنه سيستخدمهم ليكونوا ممن يستجيبون له ويضلون عباد الله. وقال: إلا قليلا، أي علم أن الله جل وعلا سيبقي في ذرية آدم من يكون على الحق فيكون منصورا،
ولذا استثنى إبليس ممن سيغويهم فقال إلا قليلا. فقال الله جل وعلا اذهب، أي لا تكن في هذا المكان الشريف في جنان الخلد، وحينئذ ابق في الحياة، ولكن من تبعك منهم أي استجاب لك وسار على الطريقة التي سرت عليها فإن جهنم أي النار المحرقة الباقية أبد الآباد يوم القيامة جزاؤكم. ولم يقل جزاؤهم، لأنهم سيكونون معه في نار جهنم جزاء موفورا أي مدخرا لكم، يوفره الله ويهيئه الله لكم أنت ومن تبعك. ثم قال واستفزز من استطعت، أي حركهم، يقال فز بمعنى أنه تحرك للشيء وتهيأ له، واستفزز من استطعت، والأمر هنا للإذن الكوني، للإذن الكوني وليس للأمر الشرعي. قال من استطعت منهم، أي من استطعت ومن قدرت على تحريكه نحو طريقتك في ترك أمر الله فقد مكن لك ذلك قدرا، ولكنه لا يحق له شرعا. وهذا الاستفزاز بصوته، إما بالشبه التي يظن أنها عقلية كما في استدلال إبليس حينما ترك السجود لآدم، وإما بالأصوات التي تصد الناس عن ذكر الله، إما باللهو الباطل وإما بالحديث الذي يخالف الإنسان به شرع الله. قال وأجلب عليهم، الجلبة تحريك الشيء بصوت ورنة، بخيلك ورجلك أي بمن يركبون الخيل ومن يكونوا يمشون راجلين، يعني على جميع الوسائل التي يستطيعون بها إضلال الخلق. قال وشاركهم في الأموال، بمعنى أنك تحثهم على اكتساب المال من الطرق المحرمة وعلى صرفها في المصارف المخالفة للشرع، وهكذا شاركهم في الأولاد بأن تجعلهم يجعلون أولادهم على طريقة غير مرضية بترك تربيتهم وترك أمرهم بالصلاة وتركهم يذهبون إلى العقائد الفاسدة والملل المنحرفة. وعدهم، أي قدر الله لك قدرا كونيا أن تقدم لهم المواعيد بأن لهم ما ينعمون به، فتغويهم بأن تهيئ لهم أن ترك استجابة أمر الله تحصل به رفاهية نفوسهم وسعادتهم. وقال وما يعدهم، وما يعدهم الشيطان أي أن هذا العدو الذي أبعد عن الخير وأبعد عن الرحمة لا يعد أتباعه إلا بالغرور، يعني بالمواعيد الزائفة التي لا حقيقة لها، كما ذكر الله جل وعلا عن إبليس أنه يتبرأ من هؤلاء الذين اتبعوه يوم القيامة،
فانظر مثلا ما ذكره جل وعلا في سورة إبراهيم حينما قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذا فإن مواعيد هذا العدو غرور، وإذا نظر الإنسان إلى حال أهل الإيمان وجد أن عندهم من السعادة والهناء والرضا بقضاء الله وقدره ما لا يوجد عند أولئك المخالفين لشرعه. يقول الواحد من أهل الإيمان: لم يقدر الله عز وجل علي هذا القدر إلا لمصلحتي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ومن ثم فهو مرتاح الضمير هانئ البال مع سعيه في استجلاب ما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة. وقال تعالى: إن عبادي، أي أن من قام بعبودية الله على وجه الاختيار ليس للشيطان عليهم سلطان، أي ليس له عليهم قدرة يجعلهم يتركون الحق. وقال هنا عبادي ولم يقل عبيدي، لأن العبيد يكونون مسخرين في الخدمة بدون رغبة منهم، بينما العباد من يقومون بالعبودية على رغبة منهم وعلى ارتياح منهم. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي قدرة. وكفى بربك وكيلا، أي أن من توكل الله أمره فإنه حينئذ سيكفيه ولن يتمكن عدوه الشيطان منه. ثم ذكر الله العباد بنعمة المراكب التي يركبونها سواء في البر أو البحر، فهي نعم عظيمة قد سخرها الله لبني آدم. فانظر إلى هذا البحر العظيم الذي إذا ألقي فيه شيء غرق ودخل في جوف الماء، ومع ذلك سخر الله السفن والفلك لتجري على ظهر البحر بدون أن يكون منها غرق فيه. فقال سبحانه: ربكم، أي الذي أنعم عليكم بصنوف النعم والذي يستحق أن تعبدوه وتطيعوا أمره ولا تكونوا كإبليس تعصون الله فتكون لكم العاقبة السيئة. هذا هو الذي أنعم عليكم بصنوف النعم، ومن تلك النعم الفلك التي سخرها الله جل وعلا لكم في البحر، فجعل هذه الفلك تسير في البحار بدون أن يكون منها غرق، وذلك لمصالح تعود إليكم. فمن ذلك أن تبتغوا من فضل الله، أي تسعوا في الأرض من أجل اكتساب نعم الله عليكم، فهذا من فضل الله ومن رحمته. ولذا وصف نفسه فقال: إنه كان بكم رحيما، ففيه إشارة إلى أن رحمة الله بالعباد أعظم ورحمته ببني آدم أكبر. ثم ذكرهم بشيء، ألا وهو أنهم إذا ركبوا في الفلك وثارت عليهم الرياح وخشوا حينئذ من الهلاك توجهوا إلى الله
جل وعلا وحده أن ينجيهم من تلك المهالك، ونسوا ما كانوا يعبدونه من الأصنام ومن المعبودات سوى الله، فقال سبحانه: وإذا مسكم الضر. وانظر إلى قوله مسكم، والمس الشيء اليسير الخفيف الذي لم يتجاوز مقدمات العقوبات. قال: وإذا مسكم الضر، كما لو ثارت الريح أو خشيتم من الهلاك وأنتم في البحر، حينئذ لا تتوجهون إلى معبوداتكم، ضل من تدعون، أي كأنه قد تاه في الصحراء أولئك الذين كنتم تدعونهم سابقا، وحينئذ تخلصون الدعاء لله وحده. فليكن من شأنكم إخلاص الدعاء لله في جميع أوقاتكم. فلما نجاكم إلى البر، أي سلمكم وأبعد عنكم ذلكم الضر، ولم يصل بكم الحال إلى الغرق ووصلتم إلى البر، أعرضتم وتكبرتم على الله، فكيف كنتم تخضعون وتذلون لله حال ركوبكم البحر؟ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وتكبرتم وتركتم الالتجاء إلى الله. ولذا قال: وكان الإنسان كفورا. لماذا استعمل لفظ الإنسان هنا؟ لأن الإنسان مأخوذ من النسيان، فكأنه نسي حاله التي كان عليها لما مسه الضر في البحر، ولذا ذكره بنسيانه وقال كفورا، أي يجحد نعمة الله عليه، فإن نعم الله كثيرة على العبد. ولذا ابتدأ هذه الآيات بقوله ربكم، لأن الرب هو الذي ينعم، وهو الذي ربى عباده بصنوف النعم، وقال كفورا لأنه قد أعرض عن نعم الله وجحد نعم الله عليه، ومنها تلك النعمة التي هي نجاته من الغرق في البحر. فخاطبه الله الخطاب العقلي الذي من تأمل فيه وجد أنه على أعلى درجات الإقناع، فقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني هل قدرة الله عليكم في البحر فقط؟ ألم تشاهدوا أن بعض الخلق جاءتهم الزلازل فخسف بهم في الأرض؟ أليس الله بقادر على ذلك؟ هل تأمنون ويكون من شأنكم أن تتصوروا أنكم بمنأى من أن تنزل بكم عقوبة الله وأنتم في البر؟ فلماذا تخافون من عقوبة الله في البحر فتخلصون له في الدعاء، وأنتم في البر تماثلون حالكم في البحر، وقدرة الله عليكم في البر تماثل قدرته عليكم في البحر؟ ثم قد يكون العذاب الذي يأتيكم في البر من تحتكم بالخسف، وقد يأتيكم العذاب من فوقكم فيرسل الله عليكم حاصبا، ريح فيها حجارة تغطيكم ولا يبقى منكم شيء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي لا تجدوا من يتوكل بشأنكم أو يقوم بنصرتكم أو يكون وكيلا عنكم، فإنه إذا نزلت عقوبة الله فإنه لا يتمكن أحد من ردها.
ثم ذكر لهم شأنا آخر، ألا وهو أنكم تعلمون أن حال البحر تحتاجون فيها إلى الإخلاص في الدعاء بحيث لا تدعون إلا الله، فأليس من الممكن أن تعودوا إلى البحر مرة أخرى؟ وبالتالي أنتم تحتاجون حال وجودكم في البر أن تخلصوا لله من أجل أن ينجيكم إذا كنتم في البحر. فقال أم أمنتم، أي تأملوا، هل تأمنون وهل أنتم في منأى من أن يعيدكم أن يرجعكم ويجعلكم تركبون البحر تارة أخرى فتركبون في هذه السفن فيرسل عليكم قاصفا من الريح فتأتيكم ريح شديدة تغرقكم وتجعلكم تغرقون وتسقطون في الماء فتموتون فيه؟ والله لستم بمأمن، خصوصا أنكم قد وجد عندكم سبب يقتضي ذلك، ألا وهو أنكم كفرتم بنعمة الله عليكم حينما نجاكم، فقال بما كفرتم، وحينئذ لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إيش معنى لا تجدوا لكم به تبيعا؟ عندما يقتل شخص آخر يقوم أولياؤه باتباع القاتل، إما لقتله والقصاص منه، وإما لأخذ الدية، أليس كذلك؟ فهذا هو الشأن في من يقتل. إذا قدر الله عليهم الموت في البحر هل سيقوم أولياؤهم بمطالبة الله بشيء من ذلك؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به، أي بذلك الغرق، تبيعا يطالبنا بدية أو غيرها، ولن يتمكن من المطالبة بأي تبعة من تبعات ذلك الغرق، لا في المال ولا في قيمة السفينة ولا في الأرواح للأنفس التي تغرق. ثم قال تعالى مذكرا بنعمه: ولقد كرمنا بني آدم. انظر، إبليس يقول كرمت علي، إبليس يقول هذا الذي كرمت علي، وهنا يقول الله لذرية آدم ولقد كرمنا بني آدم، فكما كرم أبوهم كرم الله ذرية آدم. والكرامة بني آدم بعدد من الأمور، أولها بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي ترشدهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاح أحوالهم دنيا وآخرة. وكرمهم الله بالعقل الذي يميزون به ويدركون عواقب الأمور، وهذه كرامة عظيمة. وكرمهم أيضا بأنواع النعم التي يتمكنون بها من عبودية الله جل وعلا. وكرم بني آدم بأن أعطاهم المواهب ومكنهم من إنجاز الأعمال التي لا يتمكن من إنجازها غيرهم. ثم قال تعالى وحملناهم في البر والبحر، لما ذكر الركوب للسفن فيما سبق وذكرهم بأنهم يلجؤون إلى الله، ذكرهم بأن الحمل على ما ينقل في البر والبحر نعمة من الله جل وعلا، سواء كان ذلك من المخلوقات التي
خلقها الله جل وعلا بدون أن يكون للصناعة الآدمية تأثير فيها كركوب الدواب أو المراكب التي أقدر الله بني آدم على إصلاحها، فهذه الطائرات وهذه السيارات وهذه الفلك هذه هبة من الله لبني آدم، فإنه هو الذي علمهم ذلك، كما قال تعالى عن داود: علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. وهذه المركوبات لم يأخذها الناس من أذهانهم ابتداء، وإنما نظروا إلى بعض ما في الكون فصنعوا مثله، فالله هو الذي أعطاهم العقول التي تمكنوا بها من هذه المواهب، والله جل وعلا هو الذي أراهم هذه الكائنات وجعلهم يتأملون فيها فيستفيدون منها ما يصنعون به من الآلات ما يكون سبباً من أسباب قيامهم بحوائجهم. ثم قال تعالى: ورزقناهم من الطيبات. هذا فضل من الله وتكريم من الله جل وعلا، بحيث هيأ الطيبات من أنواع المزروعات والحيوانات وغيرها من المأكولات. وقوله ورزقناهم من الطيبات لا تقتصر على المأكولات فقط، فهي تشمل المشروبات وتشمل الملبوسات وتشمل جميع ما ينتفع به، فالمساكن من الطيبات التي رزقها الله الناس، وهكذا بقية المنافع في الدنيا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي أنه جعلهم أحسن حالا من كثير من المخلوقات، فالإنسان قد هيئ له من النعم ما لا يجده كثير من مخلوقات الله جل وعلا. وأعظم التفضيل أن مكنهم من تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله من أعظم ما يرفع درجة العبد ويجعله أفضل من غيره. وقال تفضيلا على جهة التأكيد وجهة بيان أن هذا التفضيل بدرجات متعددة ليست بالقليلة. ومن هنا فعلى الإنسان أن يشكر الله على هذه النعم التي أنعم بها عليه. وفي هذه الآيات فوائد وحكم وأحكام، فمن تلك الفوائد تحذير الإنسان من طاعة عدوه الشيطان الرجيم الذي لا زال يسعى في إضلال بني آدم وإغوائهم وجعلهم من أهل نار جهنم. وفي هذه الآيات وجوب المبادرة لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة للقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد الفورية، وأنه يجب امتثاله على الفور ولا يجوز تأخيره بدون سبب. وفي هذه الآيات فضيلة الملائكة حيث امتثلوا أمر الله جل وعلا بالسجود. وفي هذه الآيات التحذير من الأقيسة الفاسدة والاستدلالات العقل التي يظن أنها عقلية. وفي هذه الآيات ذكر
شيء مما خلق منه آدم عليه السلام، فقد ورد في بعضها أنه خلق من تراب، وورد في بعض الآيات أنه خلق من ماء، وورد في بعض الآيات أنه خلق من طين، ولا تضاد بين ذلك، فالطين يجمع التراب والماء. وفي هذه الآيات التحذير من الحسد للآخرين، فإن الحسد بتمني زوال النعم عن الآخرين من أسباب ترتب العقاب على العبد في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات التحذير من التكبر، بحيث يرى المرء نفسه أعظم من غيره وأحسن من غيره. وفي هذه الآيات أيضا أن إجابة دعاء الشخص لا يلزم منها فضيلته، فهذا إبليس قد أجيبت دعوته ومع ذلك هو من أهل الدرك الأسفل من نار جهنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب بالهداية، ولكن الله جل وعلا لم يستجب له لحكمة له جل وعلا، فلم يكن هذا دليلا على نقصان درجته عند الله. فدرجة العبد بحسب تقواه وليس بحسب ما يؤتاه من إجابة الدعاء أو من منافع الدنيا. وفي هذه الآية التحذير من أن يكون الإنسان من جند إبليس يسعى في ضلال الخلق. وفي هذه الآيات أيضا أن العقوبة الشديدة بدخول نار جهنم معدة لمن تبع إبليس. وفي هذه الآيات أن إبليس يشارك أتباعه في نار جهنم. وفي هذه الآيات التحذير من أصوات الباطل، سواء كانت من أصوات اللهو أو من الأصوات المشتملة على الشبهات التي يحصل فيها ضلال وإبعاد عن الحق. وفي هذه الآيات عدم الاغترار بكثرة ما يكون عند الإنسان من وسائل، فإن الوسائل ليست مرادة لذاتها، وإنما هي بحسب ما تؤدي إليه من الغايات والمقاصد. فوجود النصرة الذين يناصرون الإنسان، وجود المال الكثير، وجود الأولاد، إذا لم تكن وسائل تعود على الإنسان بالخير، وإلا فستكون ضررا عليه. ولذا قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وفي هذه الآيات التحذير من المكاسب الخبيثة ومن مصارف المال المحرمة. وفي هذه الآيات وجوب قيام الإنسان على أولاده من الذكور والإناث بتعليمهم وإرشادهم وزراعة تقوى الله في قلوبهم. وفي هذه الآيات التحذير من ما يعد به الشيطان وأولياءه من الاستفادة والسعادة في الدنيا، وقد قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهو يأتي إلى ابن آدم ويحذره من النفقة، ويخوفه من الخوف، ويخوفه من الفقر،
والله تعالى يدعو ابن آدم إلى النفقة ويعده بالخلف الجميل والفضل والإحسان. وفي هذه الآيات الترغيب في كثرة العبادة، فإنه كلما كثرت عبادة الإنسان كان أسلم له من الاستجابة لعدوه الشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أن العبد إذا اعتصم بالله وأخلص له في العبادة كان هذا من أسباب عجز الشياطين عن أن ينالوا منه شيئا. وفي هذه الآيات أن من توكل على الله كفاه ولم يمكن عدوه الشيطان منه. ولذا من أعظم ما يصد به هجوم هذا العدو الشيطان الرجيم هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله على بني آدم وعظم فضل الله عليهم وكثرة خيراته، ولذا ذكرهم ذلك بقوله ربكم. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة الله على الناس بالوسائل التي يستخدمونها في التنقل، ليكون هذا من أسباب ومن وسائل طلب الأرزاق. وفي هذه الآية دليل على جواز التجارة وعلى جواز ركوب البحر سواء للتجارة أو لغيرها، فإنه قال لتبتغوا من فضله. وفي هذه الآيات التعرض لرحمة الله جل وعلا وبذل الأسباب المؤدية لرحمة الله بالعبد. ومن رحم عباد الله رحمه الله، والراحمون يرحمهم الرحمن. وفي هذه الآيات بيان أن أهل الشرك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويوقنون بأن الله هو المتصرف في الكون، ولكنهم لا يخلصون العبادة لله بل يصرفون بعضها لغيره، فيسجدون لغير الله ويدعون غير الله، فلم ينجهم توحيد الربوبية يوم القيامة، ولم يكن من شأنهم أن يكونوا من أهل الهدى. وفي هذه الآيات أن المعبودات التي تعبد من دون الله لا تنفع أصحابها شيئا ولا تنجيهم من أنواع العقوبات أو أنواع المصائب التي تحدث بهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتفضل على الخلق بأن يمنحهم الفرصة بعد الفرصة لينيبوا إليه ويتفكروا في حالهم ويجعلوا من شأنهم أن يتفكروا في أمرهم ليعودوا إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد يهلكه التكبر عن عبادة الله، فإنه في حال الشدة والضراء يذل ويخضع لله سبحانه وتعالى، وإذا زالت عنه حالة الضر ظن أنه استغنى فتكبر وتجبر. ولذا فإن من أعظم ما يكون سبباً في ضلال الخلق التكبر. وفي هذه الآيات التحذير من الإعراض عن دعوة الحق والاستجابة لها، وأن ذلك من أسباب نزول العقوبات الدنيوية والأخروية.
وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من جحده لنعم الله ونسبته لهذه النعم إلى نفسه، فيظن أنه هو الذي استجلب هذه الخيرات لنفسه، فيظن أنه إنما كسب الرزق بمهارته، ويظن أنه أخذ الشهادة بقدرته ومذاكرته، ويظن أنه قد حصل الوظيفة العالية بما لديه من المهارات، وغفل عن أن من يماثله في الصفات لم يحصل من ذلك شيئا. ولذلك فإن مسد النعم هو رب العزة والجلال الذي أوجدك من العدم، والذي لا زالت نعمه عليك تترى. وفي هذه الآيات تحذير بني آدم من أن تنزل بهم العقوبات متى أعرضوا عن الله ولم يستجيبوا لأمره، أو لم يلتجئوا إليه ويتضرعوا بين يديه ويخضعوا له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان قدرة الله على إنزال العقوبة على بني آدم في أي حال يكونون عليها، ولو على أحسن أحوالهم، ولو على حال توفر القدرة والقوة لديهم، ولو على حال وجودهم في البر. وفي هذه الآيات التذكير بالآيات الكونية التي قد ينزلها الله على العباد، وما ذكر في هذه الآيات نماذج منها، وإلا فإن الحوادث الكونية والأسباب التي تحدث في هذا الكون مما يحصل بها أنواع العذاب كثيرة متعددة، فكم من شخص أرسل الله عليه الريح فأهلكت، وكم من شخص أرسلت عليه الفيضانات فأهلكت، وكم من شخص أرسلت عليه الثلوج فأهلكت، وكم من شخص عوقب بأنواع من العقوبات الكونية تثور عليه في لحظة، فتكون تلك اللحظة آخر عهده بالدنيا. وانظروا إلى الحوادث الكونية العظيمة كيف يجعلها الله بأسباب يسيرة، فهذه الجائحة التي عرضت على الدنيا ومات فيها الملايين كانت بقدر من الله في حشرة يسيرة لا تراها العين المجردة، فيروس ضعيف، ومع ذلك كان له من الآثار في حال الخلق الشيء الكثير. ومن ثم على العبد أن يخاف من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله على أن يغرق العباد في لحظات، وكم من عباد الله من جاءته المياه فأغرقته. وفي هذه الآيات التذكير بأن من أعظم نزول العقوبات بالناس هو كفرهم بنعم الله وعدم اعترافهم بأن هذه النعم من عند الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا لا يخشى من تبعة إهلاك العاصين، ولا يقيم وزنا لمن يكون بعدهم. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله على بني آدم حيث كرمهم على المخلوقات، فأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليهتدوا
وليكون ذلك من أسباب نجاتهم، وتفضل عليهم بأن أعطاهم العقول التي يميزون بها، وتفضل عليهم بأن أعطاهم الأبدان التي لها من الخاصية والمزية ما ليس لأبدان غيرهم من المخلوقات، وفيها من النعم الشيء الكثير. كم لله من نعمة في بدنك، هذه عروق وتلك أعضاء، وهذا لحم وذاك عصب، وهذه مفاصل، كيف ركبها الله. وانظر إلى أعضاء بدنك، في كبدك وفي رئتك وفي معدتك وفي غيرها من مما اشتمل عليه هذا البدن. وفي هذه الآيات أن الأصل في المركوبات هو الحل والجواز، لأن الله امتن على بني آدم بأن حملهم في البر والبحر، فدل هذا على أن الأصل في المركوبات التي تحمل الإنسان هو الحل والجواز. وفي هذه الآيات بيان أن الأصل في الطيبات أيًا كانت هذه الطيبات هو الحل والجواز، لأن الله امتن على العباد بها، وامتنانه دليل على إباحتها لهم. وفي هذه الآيات تفضيل بني آدم، وقد وجد نزاع بين أهل العلم أيهم أفضل، بنو آدم أو الملائكة، على نقاش طويل. وكثير من أهل العلم رأى أن أهل الفضل والعبادة والإيمان والتقوى خير من الملائكة، فإنهم قد أقدموا على طاعة الله برغبة من نفوسهم ورضا منها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخيرات، وأن يدفع عنكم الذنوب والمعاصي والسيئات، كما أسأله سبحانه أن يملأ قلوبنا من التقوى والإيمان. اللهم اجعلنا من المثنين عليك في نعمك، المقرين لك بها، الشاكرين لك عليها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من عدونا الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل له علينا سبيلا. اللهم إنك أنت ربه الذي خلقته وأنت القادر عليه، اللهم فلا تجعل له علينا سبيلا، ولا تجعل لأوليائه علينا طريقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أحيي قلوبنا بالإيمان، وأصلح أحوال المسلمين. اللهم اجعلهم متآلفين متوادين، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم اجعلهم يكتسبون المال من الطرق الحلال وينفقونه في أنواع الطاعات. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. اللهم بارك فيهم واجزهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.